السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي أبناء التلاميذ السنة الثانية متوسط في الفرض الأول للثلاثي الأول مع النموذج الثاني. كنت قد قمت بحل النموذج الأول سابقا، وهذا هو النموذج الثاني الذي يحتوي على التمرين الأول والتمرين الثاني. كل ما عليكم هو الاعتماد على أنفسكم في حل هذين التمرينين ثم التصحيح معي. لنبدأ على بركة الله بالتمرين الأول. يقول نص التمرين الأول: تحدى أحمد صديقه عمر لإتمام الفراغ بما يناسب فساعده في ذلك. إذا لدينا أ تساوي، هي عبارة عن سلسلة عمليات فيها جمع وطرح وضرب وعارضة وأقواس. إذا نقوم بحل هذه السلسلة لإتمام الفراغ، يجب أن نقوم بحل هذه السلسلة. لاحظ معي هذه السلسلة، الأولوية دائما أثناء حل السلاسل من هذه سلاسل العمليات من هذا النوع. كل ما عليكم هو أن تعطوا الأولوية دائما للعارضة، دائما العارضة، ثم الأولوية بعدها للأقواس، ثم بعدها لماذا للضرب والقسمة، ثم أخيرا للجمع والطرح. إذا نبدأ بالعارضة، ها هي العارضة. حينما ندخل للعارضة نجد طرح ونجد أقواس ونجد جمع ونجد ضرب. دائما نطبق القاعدة، الأولوية للعارضة ثم الأقواس. إذا ندخل هنا فنجد الأقواس. إذا نحسب ما بداخل القوسين ونكتب كل شيء كما هو. إذا ننزل 52 هنا، ننزل الناقص هنا، ننزل العارضة هنا، ننزل 17، ننزل الناقص. نحسب الأولوية الآن، 3 زائد 4 فيها 7، نضعها هنا، ثم نرى هنا يوجد ضرب، نضع ضرب، يوجد 2، نضع 2، توجد عارضة، نضع عارضة. إياك أن تكتب 7 فقط، يجب عليك أن تنزل كل شيء كما هو. ثم أصبحت لدي سلسلة عمليات فيها طرح، طرح وضرب وعارضة، دائما الأولوية للعارضة. حينما ندخل للعارضة ماذا نجد؟ نجد طرح وضرب، الأولوية للضرب. إذن ننزل البقية كما هم. إذا نحسب 7 في 2 نجدها 14، وننزل البقية كما هي، 52 الناقص العارضة، 17 الناقص، ونحسب 7 في 2 14، وننزل غلق العارضة أيضا هنا، ثم نحسب لدي طرح ولدي عارضة، أولوية للعارضة. ننزل 52 كما هي، وتساوي تحت تساوي، الناقص تحت الناقص، و17 ناقص 14 فيها 3. إذا 52 ناقص 3 فيها 49، إذا النتيجة هي 49. ثم طلب مني أن أتمم مكان الفراغ بما يناسب. حاصل قسمة 79.8 قسمة 15. بعد أن تقوم بإنجاز القسمة عموديا تجد الناتج الحاصل هو الناتج، وتجده 5.32، 5.32 هذا هو الحاصل. إذا الحاصل للوحدة، إذا نريد أن نحصر هذا الناتج، نريد أن نحصره بالنسبة للوحدة. ما معنى الوحدة؟ الوحدة معناها الجزء الصحيح، أي الرقم بدون فاصلة. إذن دائما هنا نضع القيمة كما هي، هنا 5.32، إذن سنأخذ هذا العدد كما هو بدون فاصلة. إذن هو 5، إذن نضع 5 هنا ونضيف له 1 فيصبح 6، إذن هنا 6. لا تنقص منها، لا تضع 4، بل ضع العدد كما هو بدون فاصلة، إذن 5 و6. لو قال لي إلى جزء من 10 لأخذت رقم بعد الفاصلة، بما أنه قال لي الوحدة إذا سأختار رقم 1 الذي هو الجزء الصحيح بدون فاصلة. ثم القيمة المقربة، ثم أعطاني رقم آخر هو 18.15، وطلب مني أن أعطي القيمة المقربة له بالنقصان إلى الوحدة، بالنقصان إلى الوحدة. الوحدة كما قلت لكم أنها الجزء الصحيح، إذن سأأخذ أيضا هذا العدد كما هو بدون فاصلة بالنقصان، إذن سأضع 18. أما بالزيادة، بالزيادة ليست إلى الوحدة، عفوا هنا بالزيادة إلى 0.1، هنا خطأ في السؤال، فقط زيادة إلى 0.1. بالزيادة إلى 0.1 هي 18.2. إذن بالزيادة إلى 0.1 ما معنى ذلك؟ معناه أننا نأخذ رقم 1 بعد الفاصلة، إذا نأخذ 18.1، ها هي دي، لكنه بالزيادة إذا نضيف له 1 في آخر العدد، إذا 18.2 بهذه الطريقة. لإيجاد الآن السؤال الذي بعده، لإيجاد حاصل قسمة 13.7 تقسيم 6.2 نقوم بماذا؟ أي ما معنى هذا؟ معناه كيف نقوم بإجراء هذه القسمة؟
لا يمكننا إجراء هذه القسمة إلا إذا ضربنا، لاحظ صعب أننا نقسم على عدد عشري، وبالتالي نضرب البسط والمقام في 10. لماذا نضربه في 10؟ نضرب هذا في 10 ونضرب هذا أيضا في 10. دائما نرى العدد الذي سنقسم عليه الذي هو 6.2، نرى كم عدد بعد الفاصلة، يوجد عدد واحد، إذن سنضرب بسط المقام في 10. لو كان عددا نضربنا في 100، لو كان ثلاث أعداد نضربنا في 1000، وهكذا. ننتقل إلى التمرين الثاني الآن. يملك ثلاثة إخوة، لدينا ثلاثة إخوة يملكون قطعة أرض كما في هذا الشكل، ها وذا الشكل، تم زراعتها طماطم وبعد بيعها تقاسم الإخوة أرباحها. كيف تقاسموا هذه الأرباح؟ نصيب الأول أخذ 2/3 من هذه الأرض، من هذه الأرباح، ونصيب الأخ الثاني 1/6، أما الباقي فكان من نصيب الأخ الثالث. إذن الباقي للأخ الثالث، والثاني أخذ 1/6، والأول أخذ 2/3. أحسب مساحة القطعة الأرضية. إذن ها هي القطعة الأرضية، تتكون من مستطيل أفقي ومستطيل عمودي. هذا المستطيل الأفقي طوله 620 متر وعرضه 160، وهذا طوله 380 وعرضه 160. إذن نحن نعلم أن مساحة المستطيل تساوي الطول في العرض. إذن 620 ضرب 160 زائد هذا الجزء الذي هو 380 زائد 160. إذن المساحة تساوي مساحة الشكل الأول زائد مساحة الشكل الثاني، ومساحة الشكل الأول هي 160 ضرب 620، هذا هو مساحة الشكل الأول، ومساحة المستطيل الثاني هي 380 ضرب 160. بعد كيف نقوم بحساب هذه؟ لا تقوموا بالحساب العمودي، هذا خطأ، ليس خطأ وإنما سيطول عليكم العمل. نحن درسنا درس النشر والتحليل، والتحليل هو أننا نقوم بإخراج العمل المشترك أو العدد المكرر من الجهتين. لاحظ الطرف الأول وهذا الطرف دون استخدام الحاسبة. يمكنك أنت أن تستخدم الحاسبة أو يمكنك أن تستخدم الحساب العمودي كما تشاء، لكن هناك طريقة سهلة وبسيطة. كيف ذلك؟ لاحظ 160 مكرر من هنا ومكرر من هنا، إذن سنخرجه كعامل مشترك بطريقة التحليل. ها هي 160، ماذا تبقى لدينا هنا؟ حينما أخرجنا 160 تبقت 620، وهنا ماذا تبقى؟ تبقى 380. إذا نضع 620 هنا ونضع 380 هنا ونضع هنا الجمع، لو كان طرح لوضعنا طرح، ثم نحسب 620 زائد 380 كم فيها؟ فيها 1000، و160 ننزلها كما هي، إذا 160 ضرب 1000، إذا تصبح 16 ووراءها 4 أصفار التي هي 160,000 متر مربع. إذن هذه هي المساحة. الآن عبر بكسر عن نصيب الأخوين الأول والثاني معا. سنعبر بكسر عن نصيب الأخ الأول والثاني معا. نصيب الأول كم هو؟ هو 2/3، ونصيب الثاني هو 1/6. إذن معا معناها جمع، إذن 2/3 زائد 1/6 بهذه الطريقة. كيف نقوم بجمع هذين الكسرين؟ لا نجمع البسط مع البسط والمقام مع المقام، لا، نرى المقام، لاحظ أن المقامات مختلفة وبالتالي سنقوم بتوحيد المقامات. كيف نوحد المقامات؟ نرى المقام الصغير هو 3 والمقام الكبير هو 6، وللانتقال من المقام الصغير إلى الكبير، للانتقال من 3 إلى 6 نضرب في 2. إذن سأضرب الكسر الأول من بسط ومقام، أضربه في 2. إذن سأضرب البسط في 2 وأضرب المقام في 2، لماذا؟ لأنني سأقوم بتوحيد المقامات. 2 ضرب 2 فيها 4، و3 ضرب 2 فيها 6، إذن 4/6، إذن 2/3 أصبح 4/6، زائد 1/6، ها هو زائد 1/6. الآن أجمع البسطين فقط وأحتفظ بنفس المقام، هنا 6/6، إذن المقام يصبح 6. لمن لا يعرف هذا الدرس يمكنه الرجوع إلى دروسنا في قسم الدروس. وأربعة زائد واحد هي 5، إذن الكسر الذي يعبر عن نصيب الأخوين الأول والثاني معا هو 5/6. نصيب الأخ الثالث الآن، كيف نعبر عن نصيب الأخ الثالث؟ بما أن الأخ الأول أخذ الأخ الأول والثاني نصيبهما 5/6، إذن ما تبقى هو نصيب الأخ الثالث، وبالتالي 6/6 ناقص 5/6 تساوي 1/6. دائما قوموا ب، لو كانت هنا 7 لقلنا 7/7 ناقص 5/7، لو كان في المقام 8 دائما نضع هنا العدد الإجمالي أو الكلي، لو كان 13 في المقام لقلت 13/13.
أما السؤال الأخير فيقول نصه كالتالي: إذا علمت أن الأرباح ككل قد قدرت ب 300 ألف دينار جزائري، فما هو نصيب الأخ الأول؟ نصيب الأخ الأول قلنا أنه أخذ 2/3 من هذا من هذه الأرباح، وبالتالي هناك عملية ضرب أي أخذ كسر من عدد، وبالتالي 300 ألف سنضربها في 2/3، وببساطة نقوم بحسابها 300 ألف في 2 فهي 600 ألف تقسيم 3 إذن هي 200 ألف دينار جزائري، وبالتالي قد أنهينا هذا الفرض بكل سهولة.